وإثارة مسار الإثارة ومسار لقاءاتنا هنا على أرضية هذا الميدان من خلال هذه اللحظات. هنا الشوط الأول كان ملفت في أول الأشواط، في أول التحديات في هذه الانطلاقة. الدرع للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري كان هو بطل الخنجر في أول التحديات وفي أول الإثارات. والشوط الثاني كان أيضا التواجد لانطلاقة ملفت، كان في الشوط الثاني أيضا لهجن العاصفة في تحقيق انتصارها والفوز أيضا بهذه الخنجر المخصصة لهذه الفئة من خلال هذا المساء المميز تحقيقا لانتصارات التحدي والإثارة. الشوط الثالث كانت المنافسة على سيف هجن أبناء القبائل، وتمكنت البرشا من تحقيق الانتصار والتفوق هنا في هذه اللحظة. محمد بن زايد بن غلبان المنصوري في أداء رائع لهذه الهجن العتية التي تقدمت للمشاركة ونيل اللقب، نيل الذهب، نيل السيف الكبير. كان الختام من خلال هذا المساء بالسيف الكبير، بالسيف الذي حمل القوة والإثارة والانطلاقات، هو رابع الأشواط. وكانت حبوبة العاصفة هنا تهدي السلامات إلى العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، مالك هذه الإمبراطورية الكبيرة العاصفية المميزة دائما في كل تحدياتها. تهانينا والناموس من خلال لحظة كانت بالفعل تحمل على أرضية هذا الميدان ختامي مميز لهذا المهرجان، مهرجان ولي عهد دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا من خلال هذه الانطلاقات، هذه التحديات هنا الميدان الذكي. شكرا نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على هذا التنظيم المميز وانطلاقات هذا المساء الذي يحمل دائما كل القوة والإثارة في كافة المحافل وفي كافة التحديات على أرضية هذا الميدان. شكرا لوسائل الإعلام التي كانت تتابع النقل المباشر لهذه السباقات والبرامج المصاحبة التي أكدت الاهتمام الإعلامي والدعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة. قناة دبي ريسينج، قناة ياس، من خلال نقلنا لهذا التحدي هنا من أرضية هذا الميدان. شكرا لكل اللجان التي كانت حاضرة في أرضية هذا الميدان والتي أكدت هذا السير والتنظيم المميز لهذا المهرجان، حيث كانت النهاية هنا مع انطلاقة يوم السيوف والخناجر في يوم أكيد أكد هذا المسار. شكرا ميدان المرموم، بالفعل التقينا على الخير وعلى المحبة، دائما نلتقي في مهرجانات رياضية قادمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.